السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزاد. المهم اليوم الحصه تاعنا وهي مبابي عن مواجهه برشلونه في الدور ابطال اوروبا، وهي نقطه التحول. واكد جناح فريق الاول لكره القدم بنادي باريس سان جيرمان مبابي على أهمية المباراة برشلونة في الدور الثمانية من بطولة الدور أبطال أوروبا كامل فينال. يعني ماشي سهلة مباراة، لاباك راهي شاعلة بالأنصار أتراس تاع باريس سان جيرمان عايرو ديريكت. ويلتقي برشلونة وباريس سان جيرمان في الذهاب يوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على الملعب حديقة الأمراء، على أن تكون مباراة الإياب في ملعب على يوم الثلاثاء 16 أبريل في تمام التاسعة مساء أيضا. هي أريكي يعرف طريقة اللعب تاع باريس سان جيرمان. تحدث مبابي عن المباراة في تصريحات لشبكة يعني فرنسية، وقال في كل موسم هذه الفترة تكون نقطة تحول في الموسم، وتبع في نهاية شهر أبريل سيكون لدينا معرفة أي موسم ستشهده، لكنني متأكد من أننا سنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق أفضل نتيجة، الأمر بيد الله. وأتم أنا مستعد لتلك المباراة، لن أختبئ كالعادة، فهذا هو الوقت للاعبين العظماء. والجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان لا يزال ينافس على جميع البطولات هذا الموسم، فهو متصدر في الدوري الفرنسي ووصل إلى النهائي كأس فرنسا، وأمامه فرصة للوصول إلى نصف نهائي دور أبطال أوروبا. أنا نتمنى لباريس سان جيرمان هي اللي غادي تفوز، خاطش على الريال بارسا راهي كي والو، والريال مدريد قادرة دير مفاجأة لمانشستر سيتي، خاطش أنشيلوتي مع غوارديولا ما يعلم غير إلا الله واش يدور. يعني حوار تكتيكي ما تنجمش تعرف شتا كاين، كاين اللي غيجي يهدر هكا يهدر، إي ودي غير ربي اللي كان عالم يعلم لي الحوار التكتيكي بين أنشيلوتي وبين الآخر بين غوارديولا. بارتي اللي غادي تلعب خطره كيما هكا، كانت بارسا الريال كانت خاسره، كانت مقصيه نهار اللي محرز مارك البنت، بصح غير ربي اللي يكون داري واش خطط تكتيكيه، غير ربي اللي يكون داري بها. كاين اللي يخرج يبدا غوارديولا ما تلبى غادي غوارديولا تهضر على غوارديولا، غوارديولا ظاهره في كرة القدم في التدريبات، غوارديولا ما عندوش لاعب يقعد 3 اشهر بعد تيبوتيتي ما كانش كاع هذه. شو كيفاش وين باريس سان جيرمان وين فانيك وين بين غادي يكون حوار تكتيكي بين اللعاب، يعني تشافي المدرب تشافي مع الريكي، يعني ما غاديش تكون سهله. الريكي يعرف البارسا، يعرف كاع طريقه اللعب تاعها، يعرف كاع التحركات تاع اللاعبين عنده، وهذا احتراف، هذا مدرب محترف يحوس يفوز ويسيب يربح الي روتو البارسا نورمال ويوصل دومي فينال، وعلاش لا ما يديهاش هذه. ونشرت مجموعة الأطراف باريس سان جيرمان بيان ناري قبل مواجهة فريقهما المرتقب أمام برشلونة في الرابع النهائي دور أبطال أوروبا على الملعب حديقة الأمراء، ومن المنتظر أن يحل برشلونة ضيف ثقيل على حساب باريس سان جيرمان مساء يوم الأربعاء القادم في ذهاب ربع النهائي دور أبطال أوروبا على ملعب حديقة الأمراء. ونشرت رابطة الفريق الفرنسي بيان تتوعد فيه برشلونة، وطلبت من جماهير باريس سان جيرمان التواجد في الملعب بكامل سعته لبعث الرعب في قلوب فريق كاتالوني قبل اللقاء. وجاء في البيان رابطة الجماهير باريس سان جيرمان برشلونة حقير مدعوم من الحكام، يجب أن يشعر بأنه الأرض معادية له، من واجبنا أن نجعل الملعب حس مرعب له. جدير بالذكر أن المباراة الإياب بين الفريقين ستكون مساء يوم الثلاثاء 16 أبريل على الملعب، مباراة العودة على الملعب يعني في برشلونة، والذي سيستضيف مباراة برشلونة هذا وين يستضيف مباريات برشلونة هذا الموسم.
كي تكون بارتي صعيبه يمشي لي تضيعها هذيك ما تضيعهاش بارتي هذي والله ما تضيعها كاع والله ما تضيعها كاع البارتي البارتي هذي ما تضيعها ما تضيعهاش صاحبي أكيد لي بارتي كاين 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 هاي الهم مليحة بنادم يبرد عليهم يكون يا بابي قالكم لن اختبئ كالعاده ونرفع رايه التحدي غادي تكون مباراه غادي تكون فرقه كبيره على بالك مع اللي كان لامي هذيك كانوا محتاجين يخسروا بربعة وكانوا محتاجين غير مرتادة وعودة الباري باريس سان جيرمان بركات عودة ولات الريال البارسا في الدقايق التوالى يعني في سكوند التوالى وين مركاو لهم والله لا مركاو لهم ما يبدي كاليفيا ذراع عليهم ضغط ماشي زعاقة صعيبة صعيبة يكملوا هذا كاينه من هول سيرة أزلية أو بلي نهازمو عاودو ولاو عاودو شي صعيبة ولا بصح ما عندو كي دير ما عندو كي دير هادي بارسا فانيك تاريخ عندها كيما يقولك مرعب يبقى مرعب بارسا يبقى مرعب هادي هي يبقى صعيب يبقى البارسا صعيب ها البارسا يبقى صعيب المهم تفرجوا بارتي يا شباب احنا ما كامل نتفرجوا صعيب يا اخوان تفرجوا صعيب
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بالجديد. اللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم. صح.